يستقبل الدماغ البشري حوالي 11 مليون معلومة في الثانية، ولكنه يستوعب 40 منها فقط. إذا قمت بحفر نفق مستقيم داخل سطح الكرة الأرضية وقفزت داخله، فستستغرق 42 دقيقة و12 ثانية لتصل إلى الطرف الآخر من الأرض. السحاب في الحقيقة ثقيل جدا، فسحابة ركامية متوسطة الحجم قد يصل وزنها إلى وزن حوالي 80 فيل بالغ. الصواعق تحتوي على طاقة كبيرة للغاية، فصاعقة واحدة من البرق تحتوي على طاقة كافية لتحميص 100,000 قطعة خبز. لعاب الإنسان يحتوي على مسكن آلام يسمى أوبيورفين، وهو أقوى بست مرات من مسكن الآلام العادي المورفين المعروف. يقوم جلد الإنسان بتجديد نفسه 900 مرة خلال مدة حياة الشخص. يزن الهواء الذي يملأ غرفة متوسطة الحجم حوالي 100 باوند، وهو ما يعادل 45 كيلوغرام. يمكن للحمم البركانية أن تندفع بسرعة عالية للغاية قد تبلغ سرعة كلب الصيد. يمكن لخلية دم حمراء أن تنهي دورة حياة كاملة في جسمك خلال 20 ثانية فقط.